قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هل المقصود من هذه الآية ريح معين ليوسف عليه السلام، أو أن هناك إحساس لدى أبيه جزاكم الله خيرا؟ كما في ظاهر الآية الكريمة أنه لما فصلت العير يعني خرجت من مصر، خرجت من مصر، فصلت يعني خرجت من البلد، مثل قوله تعالى: فلما فصل طالوت بجنوده يعني خرج من البلد متوجها الى الجهه التي ارادها. والريح كما هي على ظاهره ريح يوسف عليه السلام ادركه ابوه من مسافه بعيده، وهذا من معجزات الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فهي من المعجزات ليس من الامور العاديه. كذلك لما وضع القميص على وجهه هرقل بصيره، هذا من المعجزات ومعجزات الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فيحصل لكل احد. جزاكم الله خيرا.